بعد 4 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي، لا تزال المخاوف من انهيار اليمن تزداد. وهذه المخاوف من تفكك اليمن ليست محصورة في ناشطين ناقدين لأداء التحالف، بل آتية من القيادة الشرعية لليمن، التي أكدت بشكل واضح وصريح أن مخاوف التشظي والتشرذم ما تزال قائم رغم مرور أكثر من 3 سنوات على تدخل التحالف. كان هناك قلقا شديدا على مصير اليمن حينها كما هو ماثلا اليوم، لكنه اليوم أكثر بفعل عوامل مختلفة زادت من مخاوفنا على وحدة وأمن واستقرار البلاد. لقد تدخلت عاصفة الحزم في مارس 2015 لأجل الحفاظ على وحدة اليمن، لكن وقائع السنوات الماضية وفق مسؤولين في الشرعية شهدت انحرافا عمليا في أجندة التحالف الذي دعم ميليشيات جنوبية مسلحة تتبنى الانفصال. وقادت تلك الميليشيات في بداية 2018 انقلابا ثانيا على الشرعية، وهو ما أدخل اليمن في معارك سياسية ودبلوماسية مع التحالف، مما حدا برئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى التحذير بقوة من دعم الانفصال المسلح في عدن الذي يتساوى في خطورته مع خطورة الانقلاب المسلح في صنعاء. علينا أن نرفض دعوات التهدئة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع، لأن القبول بالأمر الواقع يعني باختصار التقسيم، فإن قبلنا بتقسيم اليمن علينا أن نقبل غدا بتقسيم غيره من البلدان العربية. مثل دخول ميليشيا الحوثي الحوار الوطني بدون ترك السلاح خطأ كارثيا أنتج الانقلاب الحوثي، وهو ما جعل رئيس الوزراء يعترف بهذا الخطأ في مؤتمر مرجعيات الحل السياسي الاثنين الماضي، معتبرا أن الحراك الانفصالي المسلح مثله مثل ميليشيا الحوثي، فلا يستقيم كما يقول بن دغر في رسالة ضمنية للتحالف تجريم استخدام السلاح من قبل الحوثيين والقبول به من قبل الانفصاليين. فتقسيم اليمن خطر سيصيب العرب كلهم وليس اليمن وحده.